هل فكرت يوماً وأنت ذاهب إلى عملك بأن مكان العمل قد يؤثر على فعاليتك وإنتاجيتك؟ في الحقيقة هناك عوامل عدة، منها ما هو مادي ومنها ما هو نفسي أو مهني، ولكن الأهم بحسب دراسات أكاديمية بريطانية هي أجواء العمل الصحية والمتفق عليها بما يخص بيئة المكان وإضاءته وتهويته بالشكل الصحيح. وهذا الأمر يختلف باختلاف طبيعة كل عمل، فالعمل الإداري لا يلائم العمل الإبداعي ولا يتوافق مع الروتيني. ويعتقد بعض الناس أن للمكان روحاً وطاقة توجد في حقول مغناطيسية نابضة، وأن هذه الطاقة قادرة على إحداث المرض والشفاء أو السعادة أو الحزن. هذا الأمر يفسر أننا نشعر بالارتياح والسكينة في بعض الأماكن، في حين أنه ينتابنا الضيق عند الدخول إلى أماكن أخرى. فشكل المكان وموقعه ومساحته والألوان المستخدمة والإضاءة الصحيحة جميعها لها تأثير خفي على المزاج والشعور، وقد يمتد هذا التأثير إلى الفعالية والإنتاجية.